62 503. صباح الخير مستمعينا الكرام، برحب فيكم بحلقة جديدة بهالصباح اليوم من نداء المعرفة من بيروت. بتوجه بالتحية لكل يلي عم يسمعونا عبر موجاتنا العاملة داخل الأراضي اللبنانية 91.1 91.3 و91.5 ميجا هرتز اف ام. أيضا بدي أتوجه بالتحية لكل يلي عم تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك نداء المعرفة راديو، وبذكركم بالبداية بي لايك وشير للحلقة لحتى نكون عم ننشر الفوائد والخير. واليوم عنوان حلقتنا عن السماء والعالم العلوي. حلقة مميزة اليوم وحلقة جميلة جدا في الكلام عن السماء، العالم العلوي، وعن هذا المكان المقدس السماء الذي يسكنه الملائكة، والله تعالى لا يسكن في السماء بل الله موجود بلا مكان. الكلام اليوم لنتعرف أكثر ماذا يوجد في السماء؟ ما هو حجم هذه السماء؟ ما هي الأشياء الموجودة في السماوات؟ ماذا فوق السماوات؟ لنتعرف أكثر على الملائكة الكرام الذين يسكنون هذه السماء. وللملاحظة والتنبيه في بداية الحلقة اليوم، الله تعالى لا يسكن في سماء، لا السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة ولا السابعة ولا فوق السماء السابعة ولا فوق العرش، فالله تعالى موجود بلا مكان. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فكل صفة نصف بها المخلوقات لا نصف الله بها، وإلا فإن وصف شخص الله تعالى، إذا شخص وصف الله بأنه يسكن مكانا أو يسكن سماء، فقد جعل صفة مشتركة بين الله والملائكة وناقض الآية، خالف قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. نتابع معا في هذه الحلقة لليوم التي سنتكلم فيها عن الأشياء الموجودة في السماوات. السماء مهبط الرحمن، السماء طبلة الدعوات، كما الكعبة طبلة الصلوات،
كما الكعبة قبلة الصلوات، السماء قبلة الدعوات. الماء، الماء أول المخلوقات وجودا، والله تعالى خلق الماء بقدرته من غير أصل. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من الماء. رواه ابن حبان وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومع خلق الماء كان خلق المكان والزمان، فإذا أول المخلوقات الماء. من وين جايبين هالكلام؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث أبي هريرة، الحديث الذي رواه ابن حبان وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل شيء خلق من الماء. فإذا أول المخلوقات الماء. مع خلق الماء كان خلق المكان والزمان. ثم ثاني المخلوقات بعد الماء هو العرش، والعرش هو أكبر الأجرام. الأجرام أي الأحجام. العرش هو أكبر الأحجام التي خلقها الله تعالى، والعرش شيء مقدس عظيم له شأن. العرش هو سرير له أربع قوائم يحمله أربعة من الملائكة، ويوم القيامة يلي حاملون اليوم أربعة، يوم القيامة بصيروا ثمانية من الملائكة. العرش سرير له أربع قوائم، ومكانه فوق السماوات السبع، وفوق السماء السابعة. نحن اليوم إذا رفعنا نظرنا إلى السماء نرى السماء الأولى، فوقها ست سماوات، فبيكون كليات سبع سماوات. فوق السماء السابعة الجنة، فوق الجنة العرش، فنقول العرش فوق السماء السابعة لأنه هو فوق السماء السابعة. بين السماء السابعة وبين العرش الجنة، فالعرش هو سقف الجنة منفصل عن الجنة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفه عرش الرحمن. الفردوس أعلى الجنة. ثم إن حول العرش، شو في حول العرش؟ وهون بدي الكل يركز معي، ويلي بعده ما عمل شير يعمل شير لهالحلقة. شو في عند العرش؟ حول العرش يوجد ملائكة، ملائكة عددهم كبير جدا جدا جدا، لا يعلم عددهم أبدا إلا الله. حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم عدد الملائكة يلي هن موجودين حافين حول العرش. العرش أكبر المخلوقات مساحة وحجما وامتدادا. اسمعوا ما قاله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع، مع الكرسي. يعني إذا بدنا نقارن السماوات السبع حد الكرسي: إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا. يعني بالأرض الفلا، من إلا بالعامية الأرض الفلا الفاضية مثل الصحراء الكبيرة، لو كان فيها حلقة ملقاة، خاتم صغير ملقا في هذه الصحراء، هل بيكون مبين هيدا الخاتم بهالصحراء؟ كأنه مش موجود. السماوات السبع
إذا بدنا نقارنهن مع الكرسي، كأنه السماوات السبع هن الحلقة والكرسي هو الصحراء. هذا يدل على عظيم حجم الكرسي، والكرسي الله تعالى لا يحتاج إليه. وفضل العرش، في متابعة الحديث، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. شو معنى هذا الكلام؟ السماوات السبعة بجناب الكرسي كأنهم خاتم صغير. طيب معناتها الكرسي كتير كبير، نحن نطلع بالسماء الأولى بس نعتبر حالنا عم نشوف أكبر حجم منشوفه يمكن. إذا بدنا نطلع للسماء نراها عظيمة جدا، عظيمة الحجم، نحن ما عم نشوف إلا السماء الأولى. بعد في فوق ست سماوات. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إنه السبع سماوات جنب الكرسي كأنهم خاتم صغير، معناته الكرسي كتير كبير. طيب والكرسي بجنب العرش كأنه الكرسي خاتم صغير، معناها قديش العرش كبير؟ العرش أكبر المخلوقات حجما. هذا الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، رواه ابن حبان. والعرش كما ذكرت يحمله أربعة من الملائكة، ويوم القيامة يكونون ثمانية. قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقد وصف لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أحد حملة العرش بأن ما بين شحمة أذنه، شحمة الأذن هي هيدي، هذه شحمة الأذن اللي هي أسفل الأذن، ما بين شحمة أذنه، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه إلى كتفه مسيرة 700 عام، 700 سنة، بخفقان الطير المسرع. يعني إذا طير من أسرع الطيور بده يقطع من عند الأذن إلى الكتف لهذا الملك يلي هو واحد من أربعة يلي حاملين الملائكة، بده 700 سنة ليقدر يوصل من أذنه إلى كتفه لهيدا الملك. سبحان الذي رفع السماوات بغير عمد، سبحانه لا يحتاج لمساعدة من أحد. كما ذكرنا أحبابنا المستمعين، الجنة موجودة فوق السماء السابعة تحت العرش، وهي دار النعيم. وقبل الدخول في الكلام عن الجنة وعن نعيم الجنة، سنتكلم عن السماوات السبع. Oh,
بشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل وخالق المكان وخالق الزمان وخالق المكان وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل إلهنا المعبود حي قادر صمد قادر ليس بالمحدود لا صورة لله لا يوصف ربي بالجسم ليس له وخالق المكان وخالق الزمان وخالق المكان وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل ويسمع أي صوت بغير آلة لا جهالة ولا يلحقه الموت لا يوصف بسكون أو حركات أو بصفات للمخلوق تكون وخالق المكان وخالق الزمان وخالق المكان وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل وكلام الرحمن ليس بحرف ليس بكيف أو لغة ولسان إله العالمين. إذن مستمعين الكرام في الكلام عن السماوات السبع نذكر لكم أننا نرى السماء الأولى. هذه السماء الأولى سمكتها سمكة السماء 500 عام بخفقان الطير المسرع، وبين كل سماء وسماء يعني لا يقدر الواحد منا مثلا يوصل من سماء إلى سماء بده 500 عام، وسماكة كل سماء 500 عام، وفي عنا 7 سماوات كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، فيحتاج للوصول من السماء الأولى، ما عم أقول من الأرض، من السماء الأولى إلى السابعة إلى 6500 سنة، بده 6500 سنة ليوصل من السماء الأولى إلى السابعة، مش من الأرض، يعني أنا كنت تركت مسافة ما بين الأرض والسماء الأولى التي نرى، من السماء الأولى إلى السماء السابعة بده 6500 عام ليصل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. في جزء من ليلة وصل من مكة إلى القدس ومن القدس الشريف إلى السماوات السبع في جزء من ليلة. إنه رسول الله محمد الذي أسري به من مكة المكرمة إلى القدس الشريف المبارك وعرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، فدخل السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ودخل الجنة واطلع على حالها واطلع على جهنم وعذاب جهنم، ورأى السدرة تلك الشجرة في الجنة سدرة المنتهى وغير ذلك من الأمور العجيبة. اسمعوا معي ماذا قال الله تعالى في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صلوا على من قد سما. فرحلة المعراج إلى السماوات كانت ليطلع رسول الله عليه الصلاة والسلام على أمور عجيبة موجودة في ذلك العالم العلوي. في العالم العلوي أمور عجيبة، منها ذكرنا العرش ذا الحجم العظيم الكبير، وأيضا القلم الأعلى الذي خلق بعد الماء والعرش، فهو ثالث المخلوقات، وهو جرم أي حجم عظيم جدا على شكل نور. القلم الأعلى حجم عظيم جدا على شكل نور. ثم خلق الله تعالى بعد القلم الأعلى اللوح المحفوظ، وهو رابع المخلوقات. قيل إن اللوح المحفوظ فوق العرش، وقيل تحت العرش، وحجمه عظيم جدا. مقداره ومساحته مسيرة 500 عام، عم نحكي عن اللوح. طول اللوح ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب. وقد أمر الله تعالى بقدرته القلم أن يجري على اللوح المحفوظ، أن يكتب كل ما سيكون في العالم حتى نهاية الدنيا. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذا معنى ما نقول كل شيء مكتوب. بيجي واحد بيقول طيب كذا، بتقول له طول بالك كله مكتوب. شو يعني مكتوب؟ يعني مكتوب في اللوح، يعني هذا مقدر، يعني هيدا الشيء الله تعالى شاءه في الأزل. الله تعالى في الأزل أراد لي ولك أن نكون كذا وكذا وكذا، أن أكون على هذا اللون وهذا الشكل وهذا الحال وهذا الطول وهذا العرض. الله تعالى شاء لي أن أكون في هذا الصباح معكم مباشرة. الله تعالى شاء لكل مشاهد منكم أن يكون مشاهدا لنا الآن. الله تعالى شاء لكل من يسمع الآن أن يكون عم يسمعنا. الله تعالى شاء لنا أن نكون في هذا الوطن. الله تعالى قدر هذه الأشياء. كل شيء يحصل بمشيئة الله تعالى، وكله مكتوب في اللوح المحفوظ. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإذا كل شيء يحصل موجود في اللوح المحفوظ. قد جرى جبريل ليلا جاءه في البيت، شق صدره، ملى الفؤاد حكمة وذاك ما أضره. ثم النبي قد سرى من مكة أم القرى للمسجد الأقصى الذي بالأنبياء تنورا. صلى إمام المرسلين بالأنبياء أجمعين، وذاك تعظيم له من فضل رب العالمين. وبعد ذلك ارتقى نبينا بحر التقى نحو السماوات العلا، بالأنبياء فيها التقى. انظروا إلى عظيم ديننا العظيم، انظروا كم في هذا الدين من الرحمة. هلأ كلياتنا قاعدين، أنا قاعد مرتاح،
وانتوا قاعدين مرتاحين، شي عم يحضر وشي عم يسمع وشي عم يسمع ويحضر. انت وقاعد مرتاح عم تسمع، فيك بس بقلبك تقول عم بسمع هيدا الكلام لله، فبتنال اجر وثواب. هيك بنية تنوي بقلبك انك تستمع الى هذا لله تعالى، وانا بنوي اني عم اقول هول الكلمات العظيمات لله تعالى. يلي بعده ما عمل شير يترك شوي يروح يعمل شير، يعمل مشاركة وبعدين يرجع يكفي، عمل مشاركة ورجع كفي. بدنا نفوت لنحكي عن خلق السماوات والأرض، ولكن بعد ما نتوجه بالشكر لراعي حلقتنا لليوم شركة روان للعطور والمكتبة الرفاعية، ونتوقف مع فاصل إعلاني بعد شوي، لكن حنتشكر راعي حلقتنا لليوم شركة روان للعطور والمكتبة الرفاعية. ليس في السماء فك اعتقاد المسلمين، تنزه الله الإله فما لنا رب سواه، وما له جسم ولا جوارح ولا شفاء. هذا البرنامج برعاية عطران مع عطران قد زين البستان، فالأول الأزهار ثانيهما روان، قم عطر الأجواء. عطورات روان تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية بيروت برج أبي حيدر خلف المسجد، تليفون 01-662-503. سفري بعيد، سفري بعيد، وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت، والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر، في السر والعلني، الله يعلمها في السر والعلني. إذن مستمعينا الكرام، حنتوقف أنا وياكم مع فاصل إعلاني بيلحق وموجز الأخبار، وبرجع لكم للكلام عن خلق السماوات والأرض. بهالوقت استغلوا الوقت بالشير لكل الذين عندكم، اعملوا كوبي لللينك، كوبي اون فرنسي، واعملوا له كوبي بالإنجليش لللينك، وروحوا عم يضحكوا جماعة الإنجليزي والفرنسي بالستوديو، لأنه اعملوا كوبي لللينك وروحوا فيه على كل شيء واتساب عندكم وبعتوا لهم إياه لحتى يفوتوا يحضروا معنا. بعد الموجز حنحكي كلام كتير مهم، فاصل ومنرجع لكم. عطران مع عطران قد زين البستان، فالأول عطورات روان تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية بيروت برج أبي حيدر خلف المسجد، تليفون 01-662-503. لا
لكل يلي حضر، تفضل واسمع الخبر. أمر مجوهرات أمر، مبيع وشراء ذهب وألماس شي مفتخر، وحجار كريمة وتشكيلة من أحلى الدرر، وساعات ومسابح متعة للنظر، كله عند مجوهرات أمر. أمر سوق بربور قرب حلويات الذهبي، 01-368-015-03-870-978 بإدارة عمر هلال التنير. مطابع حول العالم Worldwide Printings ترحب بكم في عالم الطباعة. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، بصم حراري، تجليد فني، Flyer Catalog Business Card، لافتات فليكس وطباعة على القماش وغيرها. Worldwide Printings مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-304-524 01-304-311. ليا شو هالثياب يلي لابستيها؟ سوري بس شو فيها؟ كتير واو، كله أسورتي والألوان منسقتيها. حبيبتي نديرو جزادين تيب نسوين وفساتين، أكسسوارات لانجوري هدايا وتحف وأحذية، كل هيدا ليا ما تقوليها. ما تستغربي غراض اشتريتهم عن جادجتريا. أها يعني صالة جديدة، برافو عليك دغري حذرتيها. وبمناسبة الافتتاح حسم 25% على جميع الألبسة والأحذية. جادجتريا خط نويري، أول مفرع اليمين قبل الديوان 50 متر لجوا بقرب فلافل عكاوي سابقا. جادجتريا فضلي زوريا. بإدارة نسرين قاسم بيضون. سوبر ماركت عحسابك. سوبر ماركت الديوان بيقدم شيش طاووق ب 3995 ليرة، أمريكان برجر مع بطاطا وتنكة مشروبات غازية ميني ب 6500 ليرة، لبنة الديوان 500 جرام ب 2995 ليرة، شرحة نجاص 2 كيلو تقريبا ب 1995 ليرة. جديد الديوان كب قراص وشيش برق غنم، بالإضافة لعروضات تاني مهمة. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. أفادت مصادر في حديث لصحيفة الأنباء أن رئيس الحكومة سعد الحريري يزور رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمعالجة الأمور العالقة، ومن بينها مرسوم أقدمية الضباط العالق قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة. صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان، ومما جاء فيه بعد انتهاء ليلة رأس السنة ونجاح عملية حفظ الأمن والنظام التي نفذتها قوى الأمن الداخلي على مختلف الأراضي اللبنانية، إذ لم يسجل أي حادث أمني يذكر ولم يسقط أي قتيل في حوادث السير باستثناء بعض الجرحى، وذلك حتى الساعة 9 من تاريخ الأول من كانون الثاني 2018. وأدت حوادث إطلاق النار في الهواء إلى إصابة 4 أشخاص وإصاباتهم طفيفة، وتم تحديد هوية عدد كبير من مطلقي النار وأوقف 2 منهم، والاستقصاءات مستمرة لتوقيف الآخرين، وسيتم الإعلان عن أسمائهم في بيانات لاحقة. مطلبيا أعلنت لجنة العمال المياومين عن توقيف كافة الأعمال وإقفال دوائر البقاع الثمانية ابتداء من صباح اليوم لتحقيق المطالب العمالية المترتبة. قطع العمال والمياومون في كهرباء لبنان صباح اليوم الطريق عند المدخل الرئيسي لمدينة صور لأكثر من ساعة من الوقت، كما قاموا بإغلاق دائرة صور بشكل تام وعادوا وفتحوا الطريق، إلا أنهم أبقوا على إغلاق الدائرة.
أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين 3 سيارات بعد نفق المطار باتجاه بيروت، والأضرار مادية، ودراج من مفرزة سير بعبدة يعمل على تسهيل السير في المحلة. في حال الطرق، أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي بأن طريق دهر البيدر وطريق ترشيش زحلة سالكتان حاليا أمام جميع المركبات. في الملف السوري، أفادت وكالة سانا السورية أنه قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف ضاحية حرستا ومدينة جرمانة بريف دمشق في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية. هذا ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وجماعات مسلحة في منطقة إدارة المركبات في غوطة دمشق. في الأراضي المحتلة، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية عن تمديد مدة اعتقال الشابة الفلسطينية عهد التميمي، مطالبة بتوجيه 12 تهمة لها. وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت عهد ووالدتها فجر 19 من كانون الأول الماضي بعد انتشار مقطع فيديو يظهر أنها تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمال رام الله وسط الضفة الغربية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش السوري اعتقل 12 فلسطينيا الليلة الماضية في الضفة الغربية. أكد نائب وزير الداخلية الإيرانية عبد فضلي أن أعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق الإيرانية ستنتهي عما قريب. إلى ذلك، أقرت السلطات الإيرانية قيودا وتضييقات على شبكات التواصل عبر الهواتف النقالة، وذلك بالتزامن مع استمرار التحركات الاحتجاجية في عدد من المدن الإيرانية على الفساد وغلاء المعيشة. أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن هزتين أرضيتين ضربتا مدينتين في جنوب غرب إيران بقوة 3.3 على مقياس ريختر، بينما ضربت الهزة الثانية بقوة 2.4 الليلة الماضية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. مجوهرات آية، مبيع وشراء، ذهب، ألماس ولؤلؤ بحريني وساعات ماركات عالمية، خبير في فحص الأحجار الكريمة. مجوهرات آية، المزرعة البربير، الشارع الرئيس قبل الديوان ب300 متر إلى اليسار. تليفون 01-643-888 بإدارة الحاج عمر محمد. نورهان ما بدا برهان، اسم بالأصالة، عنوان حذاء عصري شيك وجزدان، ألبسة وأكسسوارات وعطورات وفولارات. المزرعة مقابل الديوان قرب إيطاليا سل بإدارة إدريس محمد. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات، عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة يتيم، كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، طباعة كتب شرعية. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات، وفي بيروت الطريق الجديدة قصقص مبنى مستوصف الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله الطابق الثاني 01-67-0055، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير للمحتاجين، والتي تجدونها في سوبر ماركت الديوان المزرعة نويري. رحلة العمر، كن بين الحجاج هذه السنة ومع الحملة المميزة دائما.
نحن الآن في رحاب مسجد سيدتنا عائشة أم المؤمنين، مسجد التنعيم، مع حملة الديوان للحج والعمرة والزيارة. أنت اليوم في أفضل أيام السنة على عرفة، شو شعورك؟ حملة الديوان رائدة حملات الحج والعمرة في لبنان. استقبال طلبات الحج للعام 2018 مستمر لغاية 31/1/2018. 25 عاما في خدمة حجاج بيت الله الحرام، نساعدكم لتأدية حج صحيح مع تأمين وسائل الراحة، رعاية خاصة لكبار السن، تنقلات حديثة، إقامة في فنادق فخمة ومريحة، خدمات مميزة تقدمها حملة الديوان لحجاج بيت الله. للاستعلام وتقديم الطلبات، بيروت سنتر المشاريع المزرعة النويري، تلفون 01-66-85-85. لا 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 لا. برنامج البطاقة الذهبية، مين منكم ما بيتذكره؟ أنا، أنت، هو، هي، كلنا عنا كان بطاقات ذهبية. بطاقاتي الذهبية. وهلأ رجع البطاقة الذهبية مع نادين، فانتظروه قريبا على نداء المعرفة. معنا فمرح بطاقاتي الذهبية، بطاقاتي. هذا البرنامج برعاية عطران مع عطران، قد زين البستان، فالأول الأزهار، ثانيهما روان، قم عطر الأجواء. عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-662-503. عن جديد برحب فيكم مستمعينا الكرام بهالحلقة المميزة بهيدا الصباح من نداء المعرفة من بيروت مباشرة، وأيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك نداء المعرفة راديو. بدي رحب بكل يلي عم يسمعونا عبر الإذاعة، عبر الراديو، وأيضا يلي عم يسمعونا عبر الفيسبوك بيج وعم يتابعونا. وبدي أرجع أذكركم جميعا، يلي بعده ما عمل شير يعمل شير، يلي بعده ما خبر غيره يخبر غيره. رح نفوت بموضوع كتير مهم للكلام عن السماء. ذكرنا أن الماء أول المخلوقات وجودا، مع خلق الماء كان خلق المكان والزمان، ثم خلق الله تعالى العرش وهو أكبر المخلوقات حجما، وبعد خلق العرش خلق الله القلم ثم اللوح المحفوظ، ثم كان خلق السماوات والأرض. خلق الله تعالى بقدرته 7 سماوات و7 أراضي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني 7 سماوات و7 أراضين. فيجب الإيمان بذلك، فأرضنا هذه واحدة من الأراضي 7
التي خلقها الله تبارك وتعالى، والسماوات التي خلقها الله عظيمة الخلقة، تدل على عظمة قدرة البارئ عز وجل. فسمك السماء، سمك السماء الواحدة يعني السماكة كما ذكرت سابقا، مسافة 500 عام وكلها مشحونة بالملائكة. وهون تركيز دقيق، السماوات السبع مشحونة بالملائكة الذين يعبدون الله ويقدسونه ولا يفترون عن ذكره، يعني ما بيصير عندهم ملل ولا يتركون ولا يتعبون من عبادة الله وذكر الله. وقد ورد كما ذكرنا أن المسافة التي ما بين سماء وأخرى مسافة 500 عام، وكذلك المسافة بين أرض وأرض، فالسماوات السبع متراكبة بعضها فوق بعض، وكل واحدة، كل سماء منفصلة عن الأخرى، وكذلك الأراضي السبع. وفي كل سماء من السماوات السبع كعبة، كما أن في الأرض الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، في السماوات السبع في كل سماء كعبة، وفي السماء السابعة البيت المعمور. سبع سماوات في كل سماء كعبة فوق بعض بنفس الموقع، بنفس الموضع من الانطلاق نفسه، من البيت المعمور إلى السماء السادسة ثم إلى السماء الخامسة، بنفس عم ننزل بنفس المحل، عم نشرح بالنزول في نفس الموضع، من السابعة إلى السادسة إلى الخامسة فالرابعة فالثالثة فالثانية والأولى، ثم من السماء الأولى إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. ومن هذه الأرض الأولى إلى الأراضي السبع أو الأراضي الست، لأنه هيدي أول أرض، تحت في بعد ست أراضي، في كل أرض كعبة. هذا مما أيضا مما خلقه الله تعالى. السماوات السبع ذكرنا مشحونة بالملائكة، يعني مشحونة بالملائكة يعني ممتلئة بالملائكة، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. هذا الحديث احفظوه، واللي ما نوى لينوي واللي نوى ليجدد. الحديث: ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فالسماء ممتلئة بالملائكة. سؤال: من الذي خلق الملائكة؟ الله. الله هو الذي شاء أن تكون السماء مسكنا للملائكة، كما شاء الله تعالى لنا نحن البشر أن نسكن الأرض، وشاء لنا أن نكون سكانا على هذه الأرض. الله تعالى هو الذي شاء للملائكة أن يكونوا سكان السماء، والله تعالى هو الذي خلق السماء، والله تعالى هو الذي خلق الملائكة. فإذا يقول الله تعالى في القرآن: ليس كمثله شيء. السكن في السماء صفة الملائكة، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، أي أن الله لا يشبه شيئا. فالله تعالى لا يوصف بصفة وصف بها الملائكة. الملائكة أليسوا موصوفين بأنهم يسكنون السماء؟ بلى. فإذا لا نقول الله يسكن السماء، لأن من قال الله يسكن السماء جعل بين الله وملائكته صفة مشتركة. أين التوحيد؟ ما معنى أن تكون موحدا على التوحيد لا إله إلا الله؟ شو يعني أنك تكون موحد؟ يعني أن تعتقد أن الله واحد في ذات، في الذات والأفعال والصفات. لما يقول الله يسكن السماء هذا ما وحد الله، هذا جعل بين الله وملائكته صفات مشتركة. أين توحيده لله؟ فعقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أن الله تعالى خلق السماوات
وخلق الملائكة وخلق الجن وخلق البشر وخلق كل المخلوقات ولا يشبه شيئا من خلقه، فلا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين. فالله تعالى لا يسكن السماء ولا يحتاج إلى السماء، الله موجود بلا مكان. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي أن السماوات السبع شديدة عظيمة الخلقة في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها. وقد جاء في القرآن الكريم أن خلق السماوات والأراضي السبع كان في ستة أيام، وأن كل يوم من هذه الأيام الستة كألف سنة مما نعد، أي بتقدير أيامنا هذه الأيام، لقول الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وخلق الله تعالى الشمس والقمر وسائر النجوم، قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. أحبابنا الكرام، إن في خلق السماوات والأرض في ستة أيام حكمة عظيمة، والحكمة من ذلك مع أن الله تعالى قادر على خلقها في أقل من ذلك، الحكمة من ذلك تعليم الناس التأني في الأمور والتروي وعدم الاستعجال. لذلك فلنتعلم، قدرة الله تعالى عظيمة، الله تعالى قادر على أن يخلق السماوات السبع والأراضي السبع في أقل من طرفة عين وأقل من ذلك، الله قادر على كل شيء. لكن الله خلق السماوات السبع والأراضي السبع في ستة أيام، ما الحكمة؟ الحكمة لنتعلم نحن، لنتعلم أن لا نكون متسرعين، لنتروى ولنتمهل، لنتمهل في كل أمرنا، لنكن على هدوء وتروي ودراسة، ما نتصرف بأي موضوع في أمور الحياة بسرعة، إنما خذ وقتك. الله القادر على كل شيء خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام، لنتعلم نحن الحكمة من ذلك، أن نكون أن نمضي بالتروي وعدم الاستعجال. الله الله
يقول الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات، فلا يصيبهم ما يصيب غيرهم من الذين يحاسبون حسابا عسيرا، بل يكونون في أمن وأمان إلى أن يصلوا إلى الجنة. فقد ورد عن الإمام علي رضي الله عنه في هذا الأمر أنه قال: حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعمدوا إلى إحداهما فكأنما أمروا به فشربوا منها، فأذهب ما في بطونهم من أذى أو بأس، ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم، إلى أن قال علي رضي الله عنه: ثم انتهوا إلى الجنة فقالوا: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. والدموع سواكب، فاصفح إلهي عن ذنوبي، إني عبد مذنب. فما أحلاه من لقاء، وما أعظمه من استقبال، فالملائكة عليهم السلام يستقبلون المؤمنون بالتحية من الله سبحانه وتعالى، يبشرونهم بما أعده الله تعالى لهم ولمن آمن وصلح من آبائهم وأزواجهم وأهليهم، بأن لهم الجنة فيدخلونها جميعا فرحين مسرورين. أسأل الله تعالى لي ولكل المستمعين والمشاهدين والمشاركين أن ندخل الجنة بسلام آمنين. وورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: فنقول، أي يقول المؤمنون عند دخولهم الجنة: ثم تلقاهم الولدان المخلدون فيطوفون كما يطوف أهل الدنيا بالحميم الذي قدم عليهم من غيبته، فيقولون له: أبشر، أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا. قالت، أي تقول إحدى الحور العين، تقول لذلك من الولدان المخلدين، قالت: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو بإثري جاي وراي. فتفرح يغشاها الفرح حتى تقوم على أسكفه، أي عتبة بابها. فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه، فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأحمر وأصفر من كل لون، ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا به يلمع كالبرق، ثم طأطأ رأسه
فإذا أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبدا، وتقيمون فلا تظعنون أبدا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام وأمان من غير عذاب، فنعم هي عقبى الدار. وهو خير الرسل قرى في القيامة، أرجو السلامة، أخشى الندامة، فاعفو عني. ففي القيامة أرجو السلامة، أخشى الندامة، فاعفو عني. أحبابنا المستمعين، هيأ الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة أسباب الراحة والأمن والسعادة جزاء بما فعلوه في الدنيا من طاعات وعبادات. وذكر في القرآن الكريم أشياء كثيرة في وصف ما أعده الله لهم في الجنة، مما فيه ترغيب وتشجيع لهم على المضي بسعي حثيث للتزود من الدنيا للآخرة، ومن ذلك النعيم الأرائك والسرر. نتكلم عن هذا فنذكر قول الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويقول الله تعالى في سورة ياسين في آيات كريمات تطمئن لها النفس ويلين لها القلب: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. فأهل الجنة يتنعمون بما أنعم الله عليهم، فرحين بما يلاقونه من نعم عظيمة، يجلسون على الأرائك أي الأسرة، وهي فرش يعلوها قباب مزينة، وينالون ما يتمنون من ربهم. وفي آية أخرى يظهر لنا أمر آخر عن هذه السرر أو السرر. يقول ربنا في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين. فأهل النعيم لهم سرر موضوعة أي منسوجة مزينة بالذهب، فيا لها من سرر، ويا له من تكريم من ربنا الكريم لأهل النعيم.
ولمعرفة صفات تلك الأرائك وما عليها لأهل الجنة، يقول ربنا عز وجل في سورة الرحمن: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فهم يجلسون على أرائكهم ولهم بسط جميلة ووسائد وطنافس تزيد من راحتهم وتنعمهم، ويكون معهم أزواجهم والحور العين في سرور كبير. إذ يقول الله تعالى في سورة الطور: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ويعجز اللسان عن وصف هذه الأشياء وصفا كاملا، فكيف بأكثر من هذا، لا سيما أن المؤمن في الجنة لا بد أن يتنعم بكل ما سيعطيه إياه رب العزة من قصور وخيام وغير ذلك. والمؤمنون وهم على الأرائك تنفحهم النفحات العنبرية المسكية، فلا برد قارسا في الجنة بل نسائم عليلة وأعطار جميلة. الجنة أهواها أشتاق لمرآها، الجنة أهواها أشتاق لمرآها، وأحن لألقاها وأرى فيها طه وأرى فيها أهل الجنة لا تزعجهم شمس بحرها، إذ لا شمس في الجنة ولا قمر، إنما يعرف مقدار الليل والنهار بعلامة جعلها الله في الجنة، إذ ورد أن المرأة من نساء الجنة لو اطلعت على هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، فمن أين يكون هناك ظلام؟ نسأل الله تعالى أن يسهل طريقنا وطريق مستمعينا ومتابعينا ومشاركي برامجنا وحلقاتنا الجنة، ونسأل الله أن يرزقنا دخول الفردوس الأعلى. في الجنة أنهار كثيرة تجري على وجه أرض الجنة من غير أخدود، أي ليس هناك شقوق في أرضها بل على وجهها، فلا يتكلف أهل الجنة تعبا بتناول ما يريدونه من هذه الأنهار، فأهل الجنة يشربون من تلك الأنهار تلذذا لا عن عطش، والماء الذي فيها لا يتغير ريحه وطعمه. وأما أنهار اللبن وهو ما يسمى بالحليب لا يتغير طعمه ولا يفسد من طول المكث،
وأنهار الخمر في الجنة يتلذذ شاربوها، فهي ليست كخمر الدنيا، إذ أن خمر الجنة لذيذ المذاق، طعمه طيب، وعندما يكون طيب الطعم يكون طيب الرائحة، بخلاف خمر الدنيا في كل ذلك. زيادة أن خمر الجنة لا يسكر ولا يؤدي بمن شربه إلى الصداع، ووجع الرأس والأذى، ولا تذهب عقولهم البشرية. وأما أنهار العسل المصفى فهي من عسل ليس متعكرا ولا مكدرا كما نرى في بعض عسل أهل الدنيا. وأكرم الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه في الجنة نهرا عظيما اسمه نهر الكوثر. فقد ورد عن أنس بن مالك أنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إلهي يا إلهي ارحم حالي، إلهي والطف بي في يوم. فلما قرأها صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي جل وعز في الجنة، عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. أخشى الندامة والحسرات. ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة هذا النهر فيقول: هو نهر حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت، تربته أطيب من ريح المسك، وطعمه أحلى من العسل، وماؤه أشد بياضا من الثلج. ألقى الكرامة فهي العلامة للخيرات، فارحمني يا إلهي، يا إلهي ارحم حالي، إلهي والطف بي في يوم مآلي، يا إلهي أنت الوالي، فاختم بالحسنى أعمالي يا الله. ما سعدني أن تبعدني عن النار وتسلمني هول المحن والأخطار، أن تكرمني أن تدخلني نعم الدار، أكرمني يا الله. ما سعدني أن تبعدني عن النار وتسلمني هول المحن والأخطار، أن تكرمني أن تدخلني نعم الدار، أكرمني إلهي.
هذا الذي ذكرنا من نعيم الجنة، وفي الكلام على السماء نتكلم عن الجنة، فالجنة فوق السماء السابعة تحت العرش العظيم في السماء المقدسة، ملائكة كرام في الأولى وفي الثانية، ملائكة كرام وفي الثانية أيضا سيدنا عيسى عليه السلام الذي رفعه الله إلى السماء والذي سينزل إلى الأرض، وفي السماء الثالثة ملائكة، وفي الرابعة وفي الخامسة والسادسة والسابعة ملائكة، والعرش الذي هو سقف الجنة يحمله أربعة من الملائكة، والله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. هذا النعيم الذي ذكرت في نعيم الجنة، هذا النعيم الذي ذكرناه في الجنة هو شيء من نعيم الجنة. في الجنة نعيم أعظم وأكثر من أن نتمكن من إدراكه كله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا النعيم لا يمكن الوصول إليه إلا بالعمل، لا يمكننا أن نصل إلى شيء من ذلك النعيم، ولا يمكننا أن نجتنب شيئا من العذاب إلا أن نكون على الإيمان، إلا أن تكون أخي المستمع وأخي المشاهد على العقيدة الحقة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، التي جاءت والعقل يشهد على صحتها. فمن ذلك أن الله تعالى خلق كل شيء، الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات كان موجودا قبل خلق السماوات، الله تعالى الذي خلق العرش كان موجودا سبحانه وتعالى قبل خلق العرش، الله سبحانه وتعالى الذي خلق اللوح المحفوظ كان موجودا قبل خلق اللوح المحفوظ، الله الذي خلق القلم الأعلى كان موجودا قبل خلق القلم، الله الذي خلق السماء السابعة والسادسة والأراضين السبع والسماوات السبع كان موجودا قبل خلق كل ذلك، الله تعالى الذي خلق الماء كان موجودا قبل خلق الماء، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الوقت كان موجودا قبل خلق الوقت، الله سبحانه وتعالى الذي خلق النجوم كان موجودا قبل خلق النجوم، الله سبحانه وتعالى الذي خلق القمر كان موجودا قبل خلق القمر، الله الذي خلق أول البشر آدم نبي الله ورسوله، الله كان موجودا قبل آدم قبل خلق آدم، الله الذي خلق أعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان موجودا قبل خلق محمد، الله الذي خلق الفراغ كان موجودا قبل خلق الفراغ، الله الذي خلق المكان كان موجودا قبل خلق المكان. عقل، في العقل يدرك بسهولة، بالعقل، في العقل يدرك، هون العقل، في العقل تدرك الحق. قبل خلق المكان ألم يكن الله موجود؟ بلى، الله تعالى كان موجودا قبل خلق المكان. شو قلنا أول المخلوقات؟ الماء. مع خلق الماء
كان خلق المكان والزمان. قبل خلق الماء كان الله موجودا، لم يكن ماء ولم يكن وقت ولم يكن مكان. وهون ركزوا معي وحنشيل المديح اللي عم بسمعه، كرمال الكل يركز بس على اللي عم قوله. إجا ناس من اليمن إلى رسول الله محمد، وما في بالخلائق مرجع أعلم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جاءوا إليه وقالوا له: يا رسول الله، شوفوا شو سألوا، مثل ما بصير فينا نحن كتير وكتير بهيدا الزمن، أغلبنا بيحب يتعرف على خفايا الأمور، إنه أصل الشعر من وين، الشمس كيف عم بتضوي، القمر كيف، هلأ نحن شو عم نشوف، هلأ هيدي الأرض كيف شكلها، السماء كيف. يجوا لعنده سألوه من هيداك الزمن، من أكثر من 1400 سنة الناس كمان كان عندهم شغف يتعرفوا. قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن بدء الكون. أنا عم بذكر الحديث بالمعنى، سألوا عن بداية هالكون كيف بلشتون، يعرفوا شو أول مخلوقات. انظروا إلى ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محمد يعرف الأولويات، بيعرف شو الأهم فالأهم. سألوه عن بدء الكون، قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن بدء الكون. فاسمعوا ما قاله رسول الله، قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. ما سألوه عن صفة الله، هني لم يقولوا له: صف لنا ربنا. هيدول كانوا مؤمنين جايين لعند النبي عم يتعلموا. قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن بدء الكون. شو قالوا للنبي؟ قال لهم: كان الله ولم يكن شيء غيرها. ركزوا معي كتير منيح، كان الله موجودا ولم يكن شيء غير الله موجود. يعني كان الله موجودا ولم تكن السماوات، كان الله موجودا ولم تكن الأراضين، كان الله موجودا ولم تكن الشمس، كان الله موجودا ولم يكن العرش، كان الله موجودا ولم يكن القمر، كان الله موجودا ولم يكن الفراغ، كان الله موجودا ولم يكن المكان، كان الله موجودا ولم يكن الوقت، كان الله موجودا ولم يكن شيء غيره. فكان الله موجود موجودا في الأزل بلا بداية. الله موجود ووجوده لا بداية له، أزلي بلا بداية. فكان الله في الأزل بلا شيء، ما في شيء غير رب العالمين. كان الله موجودا في الأزل ولم يكن شيء غيره. مين يلي عم بيقول هيك؟ النبي محمد، نبي الأمة، نبي الأمة، أعظم إنسان خلقه الله، أعظم مخلوق خلقه الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كان الله ولم يكن شيء غيره. طيب المكان من غير الله؟ ما هو شيء غير الله؟ المكان هو الله؟ لا، هو غير الله. النبي يقول: كان الله ولم يكن شيء غيره، والمكان غير الله، فالمكان لم يكن. فإذا عم بيقول النبي: كان الله موجودا ولم يكن المكان، يعني كان الله موجودا بلا مكان. يقول الإمام علي رضي الله عنه، وسيدنا علي هو أعلم الصحابة، هو أعلم رجال أمة محمد عليه الصلاة والسلام. شو بيقول سيدنا علي؟ ومين قال إنه سيدنا علي أعلم الرجال؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. علي أعلم الرجال في هذه الأمة،
وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الرجال في هذه الأمة، فعلي أعلم الرجال وأبو بكر أفضل الرجال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل رجل في أمة محمد، وعلي رضي الله عنه أعلم رجل في أمة محمد. سيدنا علي رضي الله عنه ماذا لقب؟ كان لقبه مصباح التوحيد. مصباح، ليش لقب بمصباح التوحيد؟ لكثرة اهتمامه وعنايته وتركيزه وتدقيقه على أمر التوحيد. شو بيقول الإمام علي؟ كان الله ولا مكان. يعني عم نرجع كأنه عم نشرح الحديث، كأنه الإمام علي عم يشرح حديث النبي. كان الله ولا مكان، يعني كان الله موجودا ولم يكن المكان موجود، وهو الآن على ما عليه كان. وهو الآن يعني بعد أن خلق المخلوقات كما كان قبل خلق المخلوقات موجود بلا مكان. هذا ما قاله علي. وقال علي: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. مين قال هالكلام؟ علي. أين ورد؟ في كتاب الفرق بين الفرق للإمام أبي منصور البغدادي. الإمام أبو منصور البغدادي ذكر في كتابه الفرق بين الفرق هذين القولين للإمام علي. فراجعوا ودققوا وانظروا وتمعنوا. النعيم الذي ذكرنا من نعيم الجنة لا يوصل إليه إلا بالإيمان بالله، إلا بأن تكون مؤمنا بأن الله الذي خلقك لا يشبهك. الله تعالى لا يشبه المخلوقات. الله هو الذي قال في القرآن في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني الله تعالى لا يوصف بالسنة يعني النعس، السنة أي النعاس، ولا نوم. ما منقول الله ينام، لأنه هذا مخالف. كذلك مثل ما نحن ما منقول الله بينعس، ما منقول الله بينام، لأنه هيدي صفات المخلوق. كذلك لا نقول الله بيسكن بمحل، لأنه هيدي صفات المخلوق. أنا ما بقول الله ينعس لأنه هيدي الصفة لإلي أنا إنسان، أنا مخلوق، والله هو خالقي خلقني. مثل ما أنا ما بقول عن الله ينعس لأن النعس صفة المخلوق، ما بقول عن الله يحل في مكان لأن الحلول في مكان صفة المخلوق. الحلول في الأرض من الذين يحلون في الأرض البشر، والسكن في السماء صفة الملائكة، وأيضا من البشر عيسى المسيح عليه السلام يسكن السماء. فالذي يعتقد أن الله يسكن هذه السماء أو يسكن في أي مكان فقد جعل بين الله وبين خلقه صفات مشتركة، فلا يكون موحدا لله. فإن التوحيد معناه أن توحد الله في الذات والأفعال والصفات، وأن تقول إن الله واحد لا شريك له في ذاته وأفعاله وصفاته. التوحيد هو توحيد الله في الذات والأفعال والصفات. فالله تعالى هو الأزلي الموجود بلا مكان أزلا وأبدا. نسأل الله تعالى، وأسأل الله تعالى لي ولكل الذين سمعونا وشاهدونا وسيسمعوننا ويشاهدوننا أيضا، أن نجتمع معا في جنات النعيم، وأن يتوفانا الله على عقيدة التوحيد والتنزيه، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. رجاء قبل الختام، خلص الوقت اليوم بسرعة كتير، اليوم أسرع من كل الأيام حسيته، خلص أكتر، تجاوزت عم بيخبروني. بدي أطلب منكم جميعا لله تعالى بنية خالصة شير للفيديو لتصل الفوائد لكل الناس. بارك الله فيكم، إلى اللقاء بكم إن شاء الله غدا 9:45 صباحا، ودائما عبر نداء المعرفة. ما تنسوا لايك والشير. إلى اللقاء.